بتعرفي من زمان من أنا وصغيرة أكتر شيء كانوا الناس ينتقدوني فيه وكانوا يعلقوا عليه ويتنمروا علي فيه هو أكتر شيء كنت ناجحة فيه اللي هو عالمي المكياج. أهلا واضح، تفضل. أهلا وسهلا فيكم واضح، أنا فرح خير بروفيشنال ميك اب ارتست من سوريا. كنت مهووسة بشيء اسمه بعالم المكياج. أنا مو بس مهووسة بالمكياج، أنا مهووسة بالديكور، مهووسة بالفاشن. ومن وقت ما كنت صغيرة كنت جدا 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 هاي الموهبة كانت ظاهرة علي، وكنت من أول ما بلشت حط أول لمسات مكياج كان كل المحيطين فيني يقولوا إنه أنتي ما معقول شو شاطرة. حتى أكتر شيء كان بيلفت نظر أي شخص بيقابلني لأول مرة هو الميك اب. لهيك هذا الشيء خلاني اتشجع انه لا، لازم انه اذا هيك انا كثير شاطره بالمكياج لازم ادعم هذا الشيء اكاديميا، وهذا كان العمر كثير كثير صغير يعني. طبعا عالم المكياج يعني انا كل ما اكون متضايقه بنزل بغرق ورا المرايه، بكون سعيده كثير، بفرغ طاقتي بثلاث اربع خمس ساعات، برجع ريفريش، برجع ما عندي ولا مشكله، ما عندي هموم. بحس انه اللي بيميزني اكثر هو احساسي يلي انا عم وصفه من خلال موهبتي ومن خلال ادواتي بمجالي اللي هو المكياج. انا شخص ما بحب كون الا هادف، وبحب وظف فكري يعني اللي بحسه من خلال ادواتي مثل ما قلت لك. فانا اليوم اكيد بحب وظف رسالتي يلي بتقول او بتوعي فيها الشباب لمجموعه نقاط انا بلاقيها كثير مهمه، اللي هي ارض وتراث وتاريخ. فبحب انه اليوم سلط الضوء على كل هدول النقاط بطريقتي الخاصه، طبعا برسائل مختصره كثير، برسمات مختصره كثير. ممكن تشوفي مثلا لوك فلسطين يلي هو كمان لقى تداول ورواج كثير كبير على السوشيال ميديا، يلي كان فعلا هو مؤثر، وحقيقه يعني انا كان كثير مؤثر بالنسبه لي وكان كثير حقيقي. وعلى فكره كمان انا لما بعمل هدول اللوكات بكون ما عندي هدف منه انا انشرها، يعني انا بعملها حاله انسانيه بحت ترتبط فيني انا كشخص، ولكن بنفذها مثل ما قلت لك كتفريغ طاقه على نفسي. بعد ما بينجح اللوك وبعد ما بيطلع صحيح وبعد ما بشوفوه كل المحيطين فيني، عائلتي، زوجي واهلي وامي وكلهم بيقولوا لي انه لازم تنشري، لازم تشاركي مع العالم، بشاركه وبلاقي رواج. وبيبقى عندي خوف دائما من مشاركته حتى ما انفهم غلط انه انا عم بستغل موقف او عم بستغل قصه، ولكن انا نهائيا هذا الموضوع بعيد كل البعد عن افكاري وعن اسلوبي بالتقديم. أسامي كتير بفتخر بتعامل معها، في عندك الفنانة صاحبة الصوت العذب شهد برمدة، عندك أسامي، عندك الفنانة جيني أسبر، فنانة رنا أبيض، نازلي الرواس، في كتير أسامي كتمثيل كمان تعاملت معها وإلي الفخر أنه تعاملت معهم. يعني أهدافي ما لها حدود، طموحي ما لها حدود، ولا مرة كان في حد لهدف ولا حد لطموح. عندي السماء وعندي كل هالمجال، وأنا بالنسبة لي بحر المكياج قدامي، ووين ما عم بوصل لسه بعد بدي أكثر.